عشان كده هو واخد في الاعتبار. معانا معالي وزيرة الصحة دكتور هالة زايد، هي للمداخلة مع حضرتك للتعليق على الكورونا. ممكن ناخد مداخلة؟ امال اهلا طبعا. مسألة. معالي الوزيرة مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضلي يعني يا دكتور. اسمح لي يعني انا طبعا صدق يعني شفت الحلقة ويهمني جدا نمرة واحد اسلم على الدكتور احمد عكاشة واشكره بالنيابة عن الاجيال اللي علمها وبالنيابة عن الشعب المصري على القيمة والعلم والمعرفة وسعة الصدر، وبشكره على الدعم النفسي اللي عمله لينا كلنا أثناء فترة الكورونا وخاصة ليا، وحرصه الشديد إن هو من وقت للتاني يسأل عليا ويطمن ويعمل لي دعم نفسي، واللي انعكس بشكل كبير جدا على إن إحنا مع كل مرة كان سيادته بيكلمني فيها كنت دايما ببقى حريصة على ان انا اتأكد ان احنا كمان بنعمل دعم نفسي للاطباء والاطقم الطبية والمرضى، لان بتفرق كتير جدا في مثل هذه النوع من الازمات الدعم النفسي. فانا بشكره وبشكر يعني الحرص بتاعه علينا كلنا وحرصه على المريض المصري، بشكره بالنيابة عن كل الأسر اللي بسببه مصر كانت أول دولة تخصص مستشفى لمصابين الكورونا ذوي الأمراض النفسية، وده بفضل الدكتور أحمد عكاشة اللي كلمني وقال لي أنتوا نسيتوا أن المرضى النفسيين بتحتاج نوع من المعاملة الخاصة يمكن ما تتوفرش في مستشفيات العزل العادية، ويمكن في خلال ساعات بسيطة كنا خصصنا مستشفى القاهرة الفاطمية لهذا النوع من الخدمات. فأنا بشكره أعطائه الإيجابي شيء كبير جدا، بيدينا رسالة لقيمة الإنسان في عطائه المستمر. ويمكن دايما أقول لهم دكتور أحمد عكاشة اسمه الوحده منصب، يعني انت مش محتاج تعرف الدكتور احمد عكاشة بيشتغل ايه اساسا، يعني هو الدكتور احمد عكاشة ده منصب، ده حاجه كبيره. الحاجه الثانيه طبعا يهمني جدا ان الحاجه المهمه اللي اشار اليها الدكتور احمد عكاشة في احتياج الانسان للتواصل، وان التباعد ده شيء له انعكاسات عن الصحه على الصحه العامه، ويمكن ده يخليني ان احنا نقعد مع الدكتور أحمد عكاشة في أقرب وقت علشان نبدأ نعمل مبادرة للصحة العامة يعني تعدي بينا الآثار بتاعة الجائحة وتعدي بينا النوع الجديد من التعايش اللي يمكن نقعد فيه مدة طويلة، ويمكن الجيل الجاي محدش عارف الكورونا هتكمل معنا لإمتى. فأنا عارفة ومتأكدة إن التباعد هيؤدي إلى مشاكل في الصحة اللي هتنعكس على الصحة العامة، فمهم جدا ان احنا نشتغل على ده ويبقى ملف مصر بدأته قبل العالم كله بشكل مؤسسي. واحنا بندعو سيادتك يا فندم للقاء زي ده فعلا، لان يعني بدأنا مرحلة ماذا بعد الكورونا، ومحتاجين ان القامات الكبيرة زي دكتور عكاشة تدينا روشتة احنا رايحين على فين، لان في اتجاهات يعني بتسير بتصارع مخيف ناحية الانعزال في التعليم، في اللقاءات السياسية، في اللقاءات الاقتصادية. هل ده شيء صحي؟ لازم متهيألي ان احنا ننتبه ونبقى رواد في ملف زي ده. هو اي حاجه عكس طبيعه البشر هتكون فيها شق مش صحي، زي مثلا الجيل الجديد اللي قاعد على السوشيال ميديا بشكل متواصل، فقد ان هو يتامل وفقد انه يقرا كتاب وفقد عبق الورق بتاع الكتاب وقيمه الكتاب وقيمه انه يقعد يتكلم ويحكي مع أصدقائه، كل ده شيء يعني ضد طبيعة البشر فبيخلق تحديات. الفيديو كونفرنس والأونلاين إديوكيشن وكل ده حاجات بتسهل، بس بتسهل وتتجاهل طبيعة البشر، فتحدياتها بعد كده هتبقى يمكن قاسية جدا على أجيال. طب خلينا نسمع رأي دكتور عكاشة وتعليقه على كلام حضرتك، كلام سيادة الوزيرة. لا الدكتورة هالة زايد حضرتك كانت معاونة يعني أهم حاجة، ودي ما حصلتش في العالم، وبعتها أنا لأكبر مجلة في العالم اسمها الويل سايكاتري إن مصر خدت الرأي ده. دلوقتي أما يكون عيان
مريض نفسي او عقلي ويروح مستشفى علشان يخش بيبقوا خايفين منه يكسر الاجهزه، فبالتالي يلوم عن رش محلات او يرفضوه. فلما اتصلت بالدكتوره هلا وقلت لها قالت طب ايه الراي، قلت لها اديني مستشفى اقدر ابعت فيها المريض النفسي اللي يجي له كورونا يعامل كانسان، ده معامل كوصمه، واللي احنا عملناها فعندك ازاله الوصمه بتاعه المرض النفسي القاهره، والناس كانت مشكوره من الناس الكتير اللي عملوا شغل كتير. فادت مستشفى من احسن ما يمكن، احسن من الناس العاديين كمان يعني، وبعتها ان مفيش بلد في العالم عملت كده، عالجت الناس اللي عندهم كورونا وعندهم مرض نفسي. كان يروح اي مستشفى معدل سخونيه وتعبان جدا يقولوا اسفين جدا. وفي ناس راحت بالفعل مرضى نفسيين وتم دخلوا المستشفى. كانت الوزيره المستشفى استقبلت مرضى نفسيين وتم علاجهم فعلا. طبعا مستشفى خصصناه مستشفى القاهره الفاطميه، كان مهم جدا ان احنا نخصص مستشفى مستواها التجهيزات راقي وتكون وسط القاهره، بحيث انها تكون قريب من كل الاسر تقدر تجيب ذويها فيها. وكمان دكتور احمد عكاشة وجهنا ان احنا استعنا بأدكم من امانه الصحه النفسيه، فكان معانا اساتذه امراض صدريه واستشاريين امراض صدريه ورعايه مركزه، وكمان دكاتره طب نفسي وامراض نفسيه. فكان يعني الحقيقه بص مش كتير هنلاقي قامه زي الدكتور احمد عكاشة طول النهار مشغول بالطب ومشغول بصحه المريض، واحنا الحمد لله عملنا ده وبزملائنا في امانه الصحه النفسيه تحت قياده الدكتور احمد عكاشة اشتغلنا بشكل علمي جدا جدا. فانا بشكره على حاجات كتير، منها قانون المريض النفسي اللي الحمد لله مر في البرلمان بسبب اصراره، وقلت لهم يصح ان احنا نعمل القانون ده ونعدل بيه القوانين القديمه كلها وندمجها باشراف قامه كبيره زي الدكتور احمد عكاشة. انا يعني بوجه الشكر بالنيابه عن جيلي وكل الاجيال اللي اتعلمت على ايده وكل الاسر المصريه والشعب المصري، وان الدكتور احمد عكاشة رمز كبير جدا مهم في بلدنا وعطائه مستمر. يعني اتمنى ليه كل صحه وسعاده وخير، وبشكره على اللي عمله معانا في ازمه الكورونا وعلى الدعم النفسي اللي عمله لينا كلنا، وانا اول واحده استفدت من هذا الدعم النفسي. سياده الوزيره احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وكلنا بنشكر دكتور عكاشة، وزي ما حضرتك قلتي فعلا هو براند، هو يعني ما فيش وظيفه معينه، هي في وظيفه او في يعني رمز اسمه دكتور احمد عكاشة. وبنشكر حضرتك طبعا على التواجد معنا. كلمه اخيره لمعالي الوزيره حضرتك توجهها للدكتور هاله. اعتقد ان كل الناس بتخترع ان هو مصر ما بتقولش النسب اللي موجوده عاديه، طبعا العالم كله في ناس بيتعالجوا في البيت وما بيقولوش، لكن احنا بنتكلم عن الناس اللي هم ثبت ان هم عندهم وكذا، فالنسب ده هي مش موجوده. ولكن اللي عاوز اقوله ان بالرغم ان في زياده دلوقتي، ان زي ما انت شايف اوروبا كلها وامريكا كلها عمال يزيد فيهم، الزياده اللي عندنا بالنسبه للعالم اقل جدا. فلا شك ان الدور اللي قامت به الدكتوره هاله والمساعدين وفي وزاره الصحه والهيئه الطبيه واهتمام الرئيس كمان ان هو يدي توجيهاته لهذه اهميه الموضوع ده، خلى ان احنا عندنا يعني اللي انا شايفه في الصعيد مثلا انها نادره جدا، ومحدش ولا مبتعد ولا لابس كمامه ولا لابس اي حاجه. ولذلك انت الخناقه الكبيره اللي موجوده دلوقتي اللي كنا بنتكلم فيها انا وانت، بايدن بيقول البسوا الكمامه وتباعدوا، والناخبين بيقابلهم عن طريق الانترنت والحاجات دي، يعني خطب بيقولها في التلفزيون انك ما بيقابلهمش، والتاني اقلع كل حاجه وما تلبسش كمامه، وقدامه الاف من الناس من غير كمامه وبيعمل اجتماعاته. يعني اكبر دوله واقوى دوله في العالم اللي هم جايين في الرئاسه مختلفين نعمل ايه؟ لان احنا اتفقنا في مصر ايه اللي نعمله وماشيين على هذا. ده يعني لا شك نشكر
الوزيرة ونشكر المعاونين. احنا كمان بنضم صوتنا صوت حضرتك مع الوزيرة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل مجهوداتك في مجهودات حضرتك في الكورونا وفي غير الكورونا، ونتمنى ان بس الناس يرجع، يعني مش عايز استخدم لفظي زعل، الناس نشد عليهم تاني او يبقى فيه انضباط في فكرة الكمامات او وسائل المواصلات. طبعا حضرتك اكيد يعني ادليتي بتصريحات كتير في الشأن ده، لكن احنا عندنا امل ان احنا نستمر شوية، الناس حست ان هي زهقت او خلاص ان ده بقى امر واقع. ان شاء الله واحنا مع بعض كلنا، وان شاء الله هنعدي بلدنا الازمة دي. بشكر حضرتك وبشكر الاستاذ الدكتور احمد عكاشة، وتاني بقول ان العلم اللي ادهولنا والخبرة الحقيقة قيمتها يعني تتعدى حاجات كتير جدا، فتحياتي دي وتحياتي لكم كلكم. تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا سيادة الوزيرة دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. معلش دكتورة.